انا مش فاهم والله العظيم. النهارده هو اسوأ يوم تقريبا للتسجيل، كل حاجه بايظه والله العظيم، حظي وحش. صاحي الصبح بدري، عمري عملتها في حياتي، قلت بقى ايه هسجل لكم مودات جي تي ايه وحاجات جامده كده، حرفيا حاجات كنت مجهزها كانت جامده جدا. مود تسونامي على مود مش عارف ايه على كريزي تاكسي، حاجات غريبه كده في جي تي ايه حصلت. بفتح التسجيل وبخش اللعبه، لقيت لك في ابديت جديد نزل لجي تي ايه وكل المودات باظت، لازم استنى شويه لحد ما يتعمل لها ابديت. قلت تمام تعال نشوف حاجه ثانيه نعملها. لقيت جزء جديد نزل من لعبه فناف اف ان اف دي او فايف نايتس ات فريدي، قلت قشطه حلو قوي نلحقها بقى. جيت انزل اللعبه لقيت كله بيحذرني منها، يقول اللعبه بايظه لسه استنى عليها شويه اديها يومين ثلاثه كده لحد ما يظبطوها. قلت يا نهار ابيض، طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل لازم انزل فيديو بكره اللي هو النهارده يعني. فاضطريت ان انا اضحي بنفسي للمره السادسه تقريبا مش عارف، وهنخش النهارده على شويه مواقع غريبه ربنا يستر وما يتعملناش هاك فيها. النهارده هنخش مثلا على حوالي خمس ست مواقع غريبه كده اهو. قبل ما اخش اي موقع بقول لكم اسمه لو حد عايز جرب يعني ويتهكر معايا، بس كل اللي عليك دلوقتي ان انت تعمل لايك دلوقتي، وحاجه كمان تشترك لو مش عامل اشتراك عشان قربنا على 600,000. فيلا يا عم انجز قبل السنه ما تخلص، انزل اعمل اشتراك واعمل لايك، وعلى ما تنزل تعمل اشتراك وتعمل لايك انا هعمل الانترو. يلا المهم يلا ايه الاخبار يا شباب معاكم ويلا بينا على المواقع الغريبه. اول موقع معانا اسمه لوجوز فروم ميموري، الموقع ده المفروض بيختبر ذاكرتك ورسمك في نفس الوقت، والحمد لله الاثنين عندي. فكرته زي ما انت شايف كده اهو، بيديك اسم لوجو معين لحاجه معينه احنا بنستخدمها في حياتنا عاديه، وبيقول لك ارسمه ونشوف بقى ايه مدى قربه او بعده عن الحقيقي، وربنا يستر. يلا نخش يلا نخش. بيقول لي اول لوجو معايا ماكدونالدز، سهل هي حرف الام لكنه مروان عادي جدا. نعمل كده اهو، ايوه كده اهو. لا استنى الحته اللي في النص كانت طويله برضه كده اعتقد ماشي. يلا نشوف صح ولا غلط. والله صح هي نعم، هي تحس ان هي محتاجه تتغذى شويه بس قشطه. لا حلو اعتبره صح. اللي بعد نايك اللي هي علامه الصح، ايزي عادي جدا. ايه اوكي ايه لا هي دي حاده شويه، لا استنى هي بتبقى لفه شويه اعتقد. بقول لك ايه، هي دي كويسه وريني كده. نفس الشيء بصوا نفس الحاجه والله، ده اللي عامله احسن والله يا جماعه. لو في حد مش كده نايك بيتفرج خدوا ده احسن شكل. اعوذ بالله، هو بس محتاج بس ايه يبقى يعني كده فاهم، يتخن من هنا اهو تمام ويرفع من هنا. انا بوظت اكتر. اوكي اللي بعده لوجو ابل. بصوا هو انا ما عنديش اي حاجه في حياتي ابل، فمش هو في تفاحه مقطومه اعتقد. بص هي بيتعمل كده اهو تمام، ادي الحتتين بتاع التفاحه، بعد كده نلف كده اهو نمشي كده اهو بعد كده القطم كده اهو. اوكي هنا هديكم متر. انا رسمت ايه ده والله، انا زمان رسمت دي طماطمايه. هو وريني. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه ايه ده؟ هو المفروض يبقى اسود من جوه. اوكي يا سيدي اهو حبكت يعني اهو يا عم اهو بصوا طلع لي الفرق، راجل طلع لي الفرق. نعم هي دي غلط، ممكن نشطب، ما ينفعش نشطب عليها. اوكي بوظناها اصلا، ما علينا اللي بعده درو ذا ستاربكس لوجو. ستاربكس انا بشوفه بس عمري ما شفته. بصوا هي ستاربكس هي في حريه بحر تقريبا او اخطبوط، انا مش عارف دي مين والله العظيم فيهم، بس استنى هي بتبقى ست، انا اعتبر ده وش الست. اوكي اعتبر ده وشه، اعتبر دي وشها، ولابسه تاج، لابسه تاج على دماغها. ايوه ماشي، وفي حاجات كتير قوي حواليها بقى، في ايد غريبه واخطبوطات غريبه كده اهو. بصوا هي بتبقى عامله كده اهو، وايديها عامله كده اهو. ايوه كان في ايوه هي عارفين فيها في اشرطه كتيره كده والله العظيم. ايه ده والله انا راسم ايه ده والله العظيم. فيها حاجات هنا بقى غريبه يعني، عباره عن كل خطوط. ونعمل نقفل هنا اهو، املى خطوط بس هو كله في دايره. ايه ده والله العظيم، ايه ده اعوذ بالله، ده لو عيل في حضانه ما هيرسم ده والله. ماشي معلم وريني كده، طلعوا لي الفرق اوكي احنا نمشي بقى عشان ايه. اوكي ماشي تمشي. تويتر سهله، عصفوره نعمل عصفوره. ايوه بصوا عصفوره اهي، نعمل كده اهو، ده بق العصفوره، بعد كده هو بيبقى عامل كده اهو، وده جناح العصفوره، بعد كده في ايوه ودي رجل، حط له رجل. لا ما نحطوش رجل. ماشي هي ليه عين؟ لا ما اعتبره تويتر يا اخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا ذاكرتي في الزلافه. ناجح؟ لا قيموني تحت في الكومنتات، قيموني والله العظيم، والله العظيم ناجح اهو الحمد لله. خش بقى على الموقع اللي بعده عشان ايه الشركات دي ما تقفلناش القناه بتاعتنا. الموقع اللي بعده اسمه ذا اوكشن جيم، يعني ايه؟ لعبه المزاد. حرفيا بيجيب لك زي لوحات موجوده فعلا واتباعت في المزاد، وبيعرضها لك ويقول لك انت تمنها بكام، والموقع هيشوف انت كنت قريب من الرقم اللي اتدفع فيها بجد ولا لا، وهنشوف. عارف انت المشهد بتاع عادل امام فاهم، لو نجيب دي كده ونجيب دي كده، اهو هنشوفها دلوقتي ربنا يستر. يلا ستارت. ده عمل فني اسمه 4 سكوير و4 دوائر. ماشي المفروض ده عمل فني عمل 1966، ده انا قبل ما اتولد بكتير جدا، قبل اي حد تقريبا اتولد هنا تقريبا. افتكروا ده اتباع بكام؟ بص انا بذمتي والله العظيم فاهم، ده يتعمل عند الحرفيين فاهم، فاحنا ممكن نديله مثلا 500 دولار. احنا عايزين بقى مش عايز ابقى واقعي مش واقعي في نفس الوقت، هديله 500 دولار. حلو قوي، يلا وريه بكام يا ابني؟
يا نهار اسوح. هو زمان كان معاهم الفلوس دي اصلا؟ ده اتباع ب 635 مليون. مليون ايه؟ ده اتباع ب 635,000. يا نهار اسوح. سنه كام مصري دوت لو سمحت؟ برقم كله صفار والله العظيم. انتوا شايفين المنظر؟ 1000. الو احنا مش قريبين خالص، خدنا 0 بوينت. اللي بعده. دي قطع فاهم، عرفت صدور فراخ. اعتقد دي صدور فراخ. لما بنروح فاهم السوبر ماركت بيقولوا صدور فراخ، والله بيقطعوا لي بالمنظر دوت. بس الحته الاسود دي لو كانت جت فاهم سيكه كده شويه كانت هتظبط الصراحه. لا لا، دي اتعملت 1930. ماشي، دي هديها كام؟ هديها اكيد دي كانت اللي فات دي كانت ب 600,000، اكيد دي يعني بمليون، مش عارف 700,000. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ايوه ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا 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 انا بقدر الفن يا جماعه، انا بقدر الفن طبعا. حاجه زي كده تقرف، لازم تبقى كويس. خدت 1000 بوينت. عايش عايش. اللي بعده. رسم حلو والله العظيم. حلوه دي. باي رافاييلو سانزو. ماشي ماشي، اديها اديها والله العظيم. اعطيك 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 300,000 جنيه. يلا 300,000 دولار. يلا يلا وريني. يا نهار اسوح. يا نهار 37 مليون. قول 38. ايه ده ايه ده؟ دي الرسمه دي انا اقسم بالله رسمتها انا ايه، امنت حياه عيلتي واولادي واولاد ولادي واولاد ولادي واولاد ولادي واولاد ولادي واولاد. كرر بقى الفيديو لحد. يا نهار اسوح. طيب 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 يا دودي دودي. ماشي ماشي. اللي بعده. بصوا بقى بصوا بقى، دي ايه هو ده؟ مش كرتون، مش عارف. اولي ده اولي. لا دي عامله 2010، لسه جديد لسه جديده. هي دي كاميرا يعني كاميرا مراقبه، مش عارف ده ايه الصراحه، بس معموله تمام من السيراميك تقريبا او الجرانيت، ما اعرفش معموله بايه الصراحه. ماشي اعتقد دي قد كده اهو، ممكن 300,000. 300,000 حلو عليها قوي. قلت هتقف هتقف. ماشي ماشي ماشي. 401. الحمد لله الحمد لله، احسن قريبين بجد بجد. في حد اشترى دي ب 400,000 يا جدعان؟ والله العظيم. يخرب بيت الفن وقرا. والله العظيم ابن اختي يرسم احسن من كده، انا بقول لكم والله العظيم ابن اختي ممكن يرسم احسن من كده. اتعملت 1960، اسمها انيز لونج اتشاسود دي سبتمبر. مش عارف معاناه الفلاح المصري مش عارف في سبتمبر. مش عارف. واحد مجهد قوي، واحد مجهد قوي ومراخله. ده ما ده شفيق، وده مش شفيق بتاع سبونج بوب. انا مش فاهم في ايه طالعه من حته غريبه والله. ماشي اديها دي اديها دي. بصوا دي 2 مليون 2 مليون 2 مليون. ورينا كده بقى. بدات اقدر الفن، انا بدات اقدر الفن يا عم الحاج. اخر عمل فني ايه ده؟ ايه ده في ده شبابيك؟ ايه ده؟ دي كروت حصلت فوق بعض وخلاص يابا. لا اله الا الله لا اله الا الله. اديله اديله 600,000. يا 600,000 حلوين قوي. 600,000 قربنا قربنا قربنا. الحمد لله الحمد لله. جمعت 3500 بوينت. رضا 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 الحمد لله. انا مقدر الفن برضو، انا مقدر الفن. اتحداكم تجيبوا اعلى مني، وانتوا تجيبوا اعلى مني بجد يعني اكيد، يعني عشان انا كنت بهبل. بس يعني نخش على اللي بعده نخش على اللي بعده. الموقع اللي بعديه بقى موقع غريب جدا. الموقع اسمه ساعه الموت او ديسك كلوك. فكره الموقع دوت انت بتخش تديله مواصفاتك وهو يقول لك هتموت امتى. يعني استغفر الله العظيم، يعني استغفر الله العظيم. طبعا كلنا الكلام ده هبل طبعا، الاعمار بيد الله طبعا، والكلام ده هبل. بس الناس بتخش فور فن فاهم، يعني ايه مجرد الفكاهه وخلاص، حاجه هبله من الاخر. هنخش نشوف هنخش نشوف هنخش بقى يكتبها هيهبد امتى يعني. المهم يقول لي عيد ميلادي. بصوا دي فرصه يا جماعه تعرفوا كل حاجه عني. تمام. عيد ميلادي شهر 8 اليوم 28 سنه 1995. ايوه راجل بتشرب سجاير ما بشربش. هو ايه البي ام اي دوت؟ بيقول لي انت كام كيلو. ماشي ممكن يعني حاجه في الستينات او يعني فاهم اقل من 60 بحاجه بسيطه يعني. ماشي كام سنتي؟ ليه 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 قله القيمه دي يا عم انت؟ ماشي هو بصوا هو 167. انا اقول 170 يا جماعه، ما تجيبليش الاوبشن ده ماليش دعوه، حسبها لي. قال لي هو ماشي، هي مظبوطه اصلا، هي كانت مظبوطه اصلا. بيقول لي شكلك من بره عامل ازاي؟ منفتح للحياه عادي مكتئب فاهم؟ انا لا انا صراحه منفتح للحياه، انا مبسوط على طول. بيقول لي بتشرب خمره؟ لا ما بشربش الحمد لله. منين هتفرق يعني؟ من ام الدنيا. ماشي بسم الله الرحمن. انا خايف يا جماعه انا خايف. ماشي بسم الله. صبنت. ماشي هتموت امتى بقى؟ بيقول لك على حساباتنا انت هتموت يوم 12 ديسمبر 2079. يا نهار اسوح 2079. هموت وانا عندي 84 سنه و3 شهور و14 يوم. يا نهار اسوح. انا وبيعدلي سنة سنة، ده حاطين لي هنا عدد تنازلي. قدامي 21,000 يوم. يا نهار ابيض يا نهار اسوح. لا اله الا الله لا اله الا الله. هيبقى عندي 84 سنه ولا الله ولا فالكو يا جدعان. لا ان شاء الله اكمل ال 100 ان شاء الله اكمل ال 100 ان شاء الله. بحرقكوا. الموقع اللي بعده يا عم انت. الموقع اللي بعديه بقى يا جماعه اسمه روكس او التوب. فكره الموقع دوت انه بيخليك ريلاكس.
يشغل لك صوت ميه كده زي ما انت سامع، وبيجيب لك اربع صخرات قدامك وانت بتحاول ايه، بيقول لك دي حاجه ايه بتصفي الدماغ وحركات. فتعالى كده نجرب كده يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هكلم صوت وات باشا ايه ريلاكسيشن، فاهمين؟ هنحط واحده كده يا جماعه، دي الصخره اللي عندنا كلها، هنحط دي بقى فوقيها. بصوا 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 الحرفيه، بصوا الحرفيه، بصوا الحرفيه. ايوه ايوه ايوه، سايب ايدي سايب ايدي. الله يخرب بيت الريلاكسيشن. مش هنظم مش هنظم. ايوه اللي بعديها ايه، اللي بعديها بعديها دي هنحطها بالراحه برضو، نحطها بالراحه راحه واحنا بنسمع لصوت البحر الجميل. حط كده هو عادي جدا عادي. هتقع ماشي، مش هتقع مش تقع. بالراحه 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 اوكي ماشي عادي يا جماعه عادي يا جماعه، عشان نكسر حاله الريلاكسيشن اللي احنا فيها. هنحط دي تاني كده بالراحه جدا عادي جدا، مش هتقع مش هتقع. هنحط التانية دي من الناحيه دي بقى عشان توزنها بالراحه بالراحه. ماشي ماشي اوكي اوكي يا جماعه اوكي اوكي. بص يا جماعه هنغرز دي كده اهو، هنغرز ام دي هنا اهو كده اهو يا جماعه. دي بتلف معانا يا جماعه، هنحاول نمسكها من تحت، بتلف ما ينفعش تمسكها من تحت. طب هنستنى شويه عليها يا جماعه لحد ما عامل الفيزيائيه يخلص منها تثبت. نسيب بالراحه ونبعد عنها ونقول الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله. اخر صخره معانا يا جماعه، اخر تحدي معانا ان شاء الله. هنحاول نمسكها من الناحيه دي يا جماعه، لفي. ايوه ايوه هنستناها يا جماعه ان هي تهدى. اهدي اهدي بالراحه بالراحه بالراحه. لا 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 اهدي اهدي اهدي. ايوه ونسيب. يا نهار اسوح والنبي والنبي. ايوه والنبي يا اسطى يا نهار اسوح. ايوه اهدي 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 اهدي. حضرتك التوبه في توبه راحت مني لو سمحت. التيب توق يا لهوي. ماشي ماشي ماشي، ما ينفعش اخفيهم. اشمعنى؟ طب في واحده راحت مني والله العظيم. اللي بعده يا جماعه اللي بعده، المفروض دلوقتي انا اتعصبت من الموقع اصلا. اللي بعده الموقع بقى اللي جاي ده اختراع الصراحه، هو معمول من جوجل فلازم تبقى حاجه فخيمه. اسم الموقع لاند لاينز. فكره الموقع صايعه جدا، انت حرفيا بترسم خط او كيرف او دايره او اي حاجه انت عايزها، والموقع دوت بيحاول يجيب لك مكان على الارض الواقع على نفس الشكل الخط اللي انت عملته. طبعا انت مش فاهم حاجه، انا بقول لك انا ما كنتش فاهم حاجه. تعال نجرب دلوقتي. هو بيقول لي ارسم مثلا كيرف، ارسم مثلا حاجه كده. وبصوا خط مع عبيط كده، فاهم؟ عملنا خط عبيط. بصوا اهو خط بجد، ده دخلت كوبري، فاهم؟ ماشي نعمل حاجه زي كده اهو، نص كيرف. لا اله الا الله. ماشي هنحاول نخدعه، نعمل خط مثلا كده اهو. ايه ده ده بالظبط والله. ماشي طب هعمل كده اهو يا عم، خط كده اهو برده. ماشي ما ينفعش اعمل مثلث. ايه ده؟ الو نعمل شكل كده اهو. بص هو نص مربع يعني نص. اه جابها لي برده بالعكس برده. طب ايه طب ايه ماشي. طب حرف ال ال ايه ده؟ طب كده اهو. ايه ده؟ طب كده اهو. يا لا دي مش ظابطه قوي، دي مش ظابطه قوي الصراحه، دي مش ظابطه قوي، دي مش ظابطه قوي. نعمل كده اهو جابها. ماشي ماشي. طب نعمل حرف مثلا كده، فاهم؟ ايه ده؟ نعمل كده اهو مثلا. لا اله الا الله. نعمل كده اهو. لا اله الا الله. نعمل مثلا شكل كده اهو. ماشي نعمل حاجه عبيطه كده اهو. ايوه نعمل حاجه عبيطه كده اهو. ايوه لا ايه ده؟ جابها لي برده. هنعمل ودن القطه، ودن القطه كده اهو. ايه ده يا جدعان؟ انا بهبد انا بهبد والله دي. ماشي 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 اوكي، عارف يغلبني عارف يغلبني. في حاجه كمان بقى، حاجه اسمها دراج في الموقع دوت. الفكره ان ده ترسم خط عشوائي وما بيخلصش، ويفضل يجيب لك اشكال من اماكن مختلفه ويحاول يلزقهم في بعض عشان يمشي لك الخط بتاعك. ما فهمتش حاجه طبعا لان انا شرحي زي الزفت. بص مثلا عملنا خط كده اهو. بص بص هو ماشي على النهر مثلا، ماشي خلاص نطلع لفوق. بص نطلع لفوق، حاول نشد لفوق نشد لفوق. بص عمال يجيب لك حتت من مواقع غريبه، فاهم؟ تعرف. ايوه ايوه بصوا يخرب بيته. ايوه 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 ايوه, أيوة, أيوة. ماشي زي تحت 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 تحت، وحرفيا بيدخل فاهم بلاد العالم كلها في بعض. هي فكره حلوه الصراحه. فيش وعارفين ابن لذين يخرب بيت الذكاء الاصطناعي يا جدعان. بصوا ماشي مع الماوس والله العظيم. طب ماشي خش شمال شمال شمال، خش شمال. ايوه خش شمال. ايوه 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 حرفيا عمال يجيب لك انهار على طرق على فاهم اللي انت عايزه حرفيا. احنا مش هنخلص اصلا يعني، لو كملنا كده مش هنخلص. لا موقع الصراحه جامد فشخ. الموقع جامد الموقع جامد، ما حكش عليكم الصراحه. تعالى بقى نخش على اخر موقع معانا، والموقع حرفيا اللي انا خايف منه. اسم الموقع This is not a jump scare، او بالترجمه مفيش خضه في الموقع دوت. ده اسم الموقع كده اهو. انا قاعد لوحدي في البيت تمام وانا بسجل تمام، فانا خايف اصلا. فهنشوف الموقع دوت بيقول ايه. انا دوست على الموقع بقول لك ايه. This is not a jump scare، دي مش jump scare. اوكي بيقول لي ما تقلقش، بجد بجد مش jump scare، مفيش خضه. ماشي بيقول لي ما تقلقش ريلاكس. انا من هو شافني ولا ايه؟ ما انا ريلاكس يا اسطى. بيقول لي مجرد كلام، الموضوع ده مجرد كلام بس. بيقول لي مفيش اي حاجه هتخضك فجاه. دونت نيد تو. ماشي ما تحسش ان انت متوتر. انا مش متوتر يا اسطى. مفيش بيقول لي انا باكد لك ان مفيش اي jump scare. انا هحاول اوطي الصوت.
ريلاكس. تقول لك صدقني ريلاكس، مش بيقول لي الموقع دوت امن، انا واخد بالي. بقول لك انا مش هخوفك، انا جوم تسكير يو، انا امن منك. حاسس ان احط سماعي حد هيصوت في ودني او حد يخش على الباب. بقول لك انا بحترمك جدا، ما تقلقش انا عمري ما هخوفك. انا حاسس ان في حاجه هترعبني، انا مش مطمن. بليز عايز ايه مني؟ احط سماعه؟ ريلاكس. انا الان احط طيب ولا ما احطش؟ انا حاسس اول ما احط السماعه هيفجر في ودني والله العظيم. يو نو ايه؟ يو نو يخلص. بيقول لي الوقت كان هيبقى جامد جدا لو خضيتك الحته اللي فاتت دي اللي سكت فيها. يا اصل انا خفت والله العظيم. ماشي ماشي ماشي. دي السايت مع بيقول لك السايت دوت ما فيهوش اي جامب سكير. هو تقريبا هو عمال يسوحني وانا مرعوب والله العظيم، حاسس ان في حاجه خضه تحصل دلوقتي. فيكس طب انا ممكن انا خايف اقفل والله العظيم. طب ممكن اقفل يا اسطى؟ كام راح؟ كام راح تاني؟ لوك يا عم. لا ده رغاي، ده رغاي. لا بقول لك ايه، خدني، انا زهقت منك والله، خدني احسن. انا اسف انا خارج من ام الموقع دوت. الموقع دوت ممكن تشتغلوا بيه اصحابكم اعتقد. كفايه موقع غريب النهارده كده. يلا ستوب وبس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. خدنا شويه موقع غريبه الصراحه، هتلاقي الموقع دي في الديسكربشن تحت لو حد عايز يجرب اي حاجه منهم. ما تقلقوش كلهم امنين. المهم قبل ما تمشي بس تعمل لايك للفيديو دوت وتشترك في الاشتراك وتشغل الجرس، خلاص قربنا على 600,000. يلا انجز بقى، انزل اعمل اشتراك بس كده. اخر حاجه بس حابب اقولها، شكرا لكم جدا 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 يا عم جد والله العظيم على الدعم الفتره اللي فاتت. شكرا لكم جدا جدا كلكم والله العظيم على راسي. اي حد بيكتب كومنت، اي حد بيعمل لايك، اي حد بيعمل اي حاجه بتساعدني وخلاص. شكرا لكم جدا جدا جدا. عايز رايكم في الكومنتات برده تحت يا جماعه، تقولوا لي ابدا بايه الاول، جي تي اي المودات الغريبه دي ولا اعمل لكم الفناف او فايف نايتس الفريد الجديده؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات برده وبس كده. تشتبهوا على كل السوشيال ميديا، انستغرام وتويتر. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. و جود باي.